اسمي محمد بسيكي، أنا صحفي استقصائي ومؤسس الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج. خلال العام الماضي عملت على توثيق ظاهرة غريبة جدا، وهي متعلقة بتزوير ملكيات وعقارات نازحين ولاجئين سوريين. معظم المتورطين بشكل أساسي هم نافذون في جهات أمنية أو عسكرية أو موظفين حكوميين. الأسلوب الأبرز هو تزوير عقود البيع والوكالات من قبل المزورين على أساس أن عقود بيع بين المزور وبين صاحب البيت الأساسي، مستغلا عدم وجوده وغيابه، وربما يكون مسجون أو معتقل. يذهب إلى المحكمة العقارية، يشهر هذا العقد أو الوكالة المزورة أمام القاضي، ويدعي فيها أن هذا اللاجئ قد باعه بيته بتاريخ معين. توجه المحكمة دعوة للاجئ وتعطيه مهلة خلال فترة معينة، إذا لم يأتي فإنه أوتوماتيكيا يتم تسجيل العقد. معظم من قابلناهم أو معظم اللاجئين هم غير قادرين على العودة لأسباب متعلقة بالثورة، بعضهم مطلوب للنظام، بعضهم يخشى على حياته بسبب الخدمة الإلزامية وغيرها، وبالتالي فرصة عودتهم إلى سوريا والمسؤول أمام المحكمة لضحض الادعاء أو لتثبيته أو للدفاع عن نفسه كلاجئ هي شبه صفرية. قررت بعض الدول الآن تسعى للتطبيع مع النظام سواء من دول الإقليم أو دول من العالم، ووضعت خارطة طريق كما يقال من أجل إعادة اللاجئين إلى سوريا. هذا ببساطة لن يجدوا أي شيء يعود إليه، لأن بيوتهم كما كشفنا في التحقيق قد تم تزوير ملكيتها وأصبحت بأسماء مالكين آخرين. هؤلاء المالكين هم عناصر أمن وضباط وغيره في مختلف الترتيبات الأمنية. كفى